ونجم النجوم المغرب والمؤثر والمحبوب رشيد ولي من كم اشفار ومرات كيف تنشم سيتم يانك نورتاج ومهو كي صاريتك جوانا هي واحد بنادم بحالنا كاملين كلنا عندها شي حاجه بحالنا كاملين غير هي كتعرض لبزاف ديال الحوايج صحاب حياتها اللي كيهرسوا لا بيورتي ديالها ديك البراء ديال لاج ديالها وكتمشي فواحد لافونتور مع رشيد ومع نوح هو رشيد وعطيل وكتعاني من بزاف ديال الحوايج اللي كيخلي الناس يتعاطفوا معاها. هادشي علاش جميلة. كيف جاتك الاكسبيرونس؟ ديفيسيل بغيت نتخوف كانت صعيبة ولكن عجبتني بزاف ديال الحوايج. كنت انطوري بناس بروفيسيونيل انا يخدم جهدي كامل والناس اللي كانوا معايا في البلاد ولا من المخرج ديالنا ولا من الممثلين الاخرين اللي سابقيني كاملين في التجربه عاونوني. دايوغ انا بديت مشوار الميكي بدا بخطوه حدا وانا بديت قبل من الخطوه انني قررت انا كنت كنحضر واحد الجمعيه وتعرفت على واحد الوليد ما عندوش يدين وبعد جاء عندي ذاك الوليد وقال لي انا كنحمق بغيت ندير التمثيل وحمق نتلاقى مع رشيد الوالد مشيت عند رشيد وقلت له رشيد واحد الوليد في واحد الخيريه راه شفتو تما إذا كان ممكن نمشي عند واحد قال لي داكور اوكي داس لابخي ا موا مشيت انا ورشيد ويطلع داك الوليد ويقبض الميكرو ما عندوش يديه ويقول لي بحال اليوم احسن نهار في حياتي وانا احسن نهار عندي نهار في حياتي ومين جا رشيد والحلم ديالي دابا زاد اكثر انني نلعب معاه في شي فيلم دونك سالينا داك ليفينمون جاي انا ورشيد في الطريق ويقول لي شوف انا غنحقق لهذا الوليد حلم مي غادي ندير فيلم قصير ونلعب انا ويا فيه جاي حنا في الطريق وبدينا نهضرو على ليستوار لينا واحد الوليد عنده علاقة بواحد هذا وهذا بشوية بشوية وصلنا للدار بدا بدا كيديفلوب الفيلم واحد لقيتو عيط ليا وعن جو قال لي هشام انا قررت ندير ان لون ميتراج بالانتاج الخاص ديالي لان الفيلم قصير ما يقدرش حيت هو قصير مدة قصيرة ما يمكنليناش نهضرو على هالطبقة اللي من الحرومة ولا اللي عندها الإعاقة ما عندهاش يديها بصفة عامة يمكن نهضرو على اليوميات ديالهم والمعاناة ديال الحياة ويرجع للميتراج وين دونك ابخي 3 ans يعني عشت الحلم ولا عشت المغامرة من أول نهار لآخر نهار اللي تعرف فيه دونك المواكبة كانت جميلة وجميلة جدا. أنا كنحس راسي شي مو علاش لأن حتى أنا خوف ديالها في ليجيا دابا يعني من 2004 دونك حسيت راسي براني وكنت كنعيش هاد الأجواء حتى هما ملي كيجيبو ضيوف إلا أنني حسيت أن هنا كاين واقيلا أكثر احتراف يمكن حيت عندهم ليكسبيريونس حسيت بلاكوي في الباب وداك الطفي غوج يعني هذا الذكاء حتى لارتيست كيحس براسو داخل شي حاجة قريبة ليه مع وليدات اللي قرابين ليه وليدات قريبة ليه دونك كنطيحو على بسيشيك مورالمون افون كو نبدا معاكم هذاك اللقاء وهذا الذكاء ديال المنظمين اللي غنقول لهم ميرسي على هذا. أولا بطبيعة الحال أي فيلم
ديالو شي مخرج الا وكيكون شي حاجه دفعاته كيكون عنده يا اما انوفي بمعنى عنده واحد الرغبه ولا واحد الحلم اللي كيبغي يحقق ولا واحد الموضوع اللي كيبغي يهضر فيه. انا بالنسبه ليا تحققوا هادو كاملين لانه واحد النهار كنت لقيت واحد البيت الامين اللي انتم كتشوفوا اللي حاول انه ما عندوش الدراع ف اول ما لفت انتباهي هو كيفاش انه ولد طموح يعيش الحياه ديالو يحاول يعيشها كل حب مع الناس اللي محيطين به وما كيتضمرش من الحياه. فقلت هذا بالنسبه ليا موضوع مهم وخصنا نعطيو نهضر على الاعاقه ونقول باللي الاعاقه الحقيقيه ماشي ما كتكونش فقط انه تكون ناقص من الاطراف ديالك. الاعاقه هو الانسان الكامل وما قادرش يدير مجموعه ديال الحوايج الوغ هو عطى الامكانيات الماديه والذاتيه كامله. لذلك فكرت في هذا لو سوجي وفكرت نضيف له سوجي اخر اللي كيهمني بالنسبه ليا كثير هو زين المحارم. دونك الفيلم كيهضر على الاعاقه وزين المحارم وهذه هما الرسائل اللي بغيت نهضر فيها. واذا كنا اليوم حنا خارجيه من اجل مناقشه هذا الموضوع فهذا كيدخل من الاسباب اللي فعلا ندير هذا الفيلم لانه ما نديرش فقط واحد الفيلم فرجاوي يشوفوا الناس ومن بعد ننساو. لا فيلم اللي يثير النقاش والناس يبغوا يناقشوا بصوره مع الوليدات ديالهم لانه دائما حنا كاباء كنقولوا ما نخبيو على وليداتنا وما نصدموهمش وما نشوقوهمش حتى النهار اللي كتوقع المشكل وكيلقى الانسان باللي سان غير با كوزا حتى انا كتوقع ليا في لا فامي ديالي. الله يستر. الزياره ديالي انا فرحان بعدا انه جاي والله الا جاو انا فرحان لانه كنحس انه كاين واحد الاهتمام وكاين كاين لقاء 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 بمعنى مع الترافيرس محمد الترافير اللي جاي اللي كنعرفكم شحال هادي كان سبق ليا كان عندي لقاء معكم واللي خلى ليا واحد الذكريات زوينه. اللي اجمل هو انهم واحد المجموعه منكم اللي مشاو شافوا الفيلم وخداو العناء وقطعوا الورقه ديالهم وجلسوا ومستعدين انهم يناقشوا ماشي فقط من خلال هذاك الشيء اللي كيسمعوه بل من خلال الشيء اللي كيشوفوه. وانا غنكون سعيد انني نستافد ونعرف هذاك الشيء اللي بغيت نقول واش وصل ولا ما وصلش ولا ما وصلش كيفاش كان خصو يوصل. وفي نفس الوقت هذا راه سي لا جينيراسيون الجايه مهم اننا نتواصلوا فيما بيننا. شكرا. ميرسي.